بسم الله. لو انا عايز ارسم بول لاين سوليد، وده يبقى مفيد ليا مثلا ان انا عايز ارسم ارضيه بشكل معين بول لاين سوليد، هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم شكل، فبيديني شكل مربع. لو انا عايز اعدل عليه بعمل له سيلكت، اقدر اعدل زي ما انا عايز. لو انت عايز تلفه، طيب انا عايز احول ده مثلا لبوس، اعمل عليه سيلكت واجي هنا اقول له انا عايز شينج لاين ارك، واجي اعدل الارك زي ما انا عايز. ممكن اعمل له شامفر، ممكن اعمل له كوبي. طيب لو انا عايز ارسم الحائط اللي هو اللي واخد الكيرف دوت، اجي هنا اقول كيرف واعلم عليه واسحب، وبعد كده اعمل له سيلكت واخليه ياخد نفس الزاوية بالشكل دوت. لو انا عايز اقطع فيه، عندي هنا اقول بريك وول واروح معلم على الحائط، اعمل لي بريك بحيث يبقى كل حائط مستقل بذاته، تقدر تتحرك كل حواد منفصل عن التاني. لو انت عايز تعمل هاتش بقى للبول لاين، اعمل سيلكت مرتين واقول له في الستايل، وابدا اديله اي ماتريال انا عايزها زي مثلا كونكريت. اوكي، هاخد الماتريال ديت، وتحت البول لاين هتلاقي ان انت ممكن ترسم بوكس او سفير او سلندر او كون او بيراميدز. مثلا بيراميدز اهو بالشكل دوت، اجي هنا اقول له انا عايز برسبكتيف، طلع معايا المبنى بالشكل دوت.